السلام عليكم، معكم أحمد عبد الرحمن سنة ثالثة. في الفيديو ده هنتكلم عن إيه هي أجزاء الورق البحثية اللي مطلوب مننا بمشروع الجامعة، وإيه إزاي نجيب الأبحاث اللي إحنا هنستعملها في كتابة البحث بتاعنا. أول حاجة بالنسبة لي ده النموذج اللي بعتته لنا الكلية عن إيه الأجزاء المطلوبة مننا في البحث. بعد العنوان الابستراكت اول حاجه هنكتبها، او مش اول حاجه هنكتبها، لكن اول حاجه هتكون موجوده في البحث بتاعنا، ودي اوبشنال يعني براحتنا نكتبها او لا. الابستراكت عباره عن تلخيص في 200 و300 كلمه عن البحث اللي احنا هنكتبه ككل، يعني كامل البحث اللي هنكتبه سواء انتدكشن او بودي او في كونكلوجن، نلخصه كله في من 200 ل 300 كلمه، وده بتكون يعني اخر حاجه هنكتبها. لو هنكتب البحث لو هنكتب الابستراكت بتكون اخر حاجه هنكتبها بعد ما نخلص خالص البحث بتاعنا. بالنسبه للانترودكشن، ايه هنكتب في الانترودكشن؟ في الانترودكشن هنكتب يعني موضوع، يعني ايه الموضوع بشكل مجمل. مثلا يعني كمثال ناخد كمثال البكتيريا الفود بويزنج مثلا. ده ريفيو او بحث منشور عن الفود بويزنج. لما جه يتكلم عن الانترودكشن بدأ بشكل بسيط، ايه الامراض؟ هو هنا بيتكلم عن الفود بويزنج بس الناتج عن الزونوتيك ديزيز، تمام؟ فهو بدأ بيتكلم بشكل مجمل يعرف ايه هي، يعني ايه الفود بويزنج، ايه الاورجانيزم اللي هتسبب الفود بويزنج وهكذا. وبدأ يتكلم عن شويه تفاصيل عامه، يعني مثلا ان الفود بويزنج ده بيهدد صحه الانسان، ومثلا ادي هنا جزء بيقول ان ال WHO عملت ريبورت سنه 2015 قالت ان في 600 مليون حاله بتيجي من الكونتامينيتد فود، منها 350 من كذا. مجرد ارقام وكلام عام عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. فده الانترودكشن، وهنفصل فيه، يعني هنكتب فيه بشكل مجمل ايه هي المواضيع اللي احنا هنكتبها، ايه السبتوبكس اللي احنا هنكتبها. طيب بالنسبه للبادي، ده اللي هنفصل فيه السبتوبكس اللي احنا هنكتبها. طب ايه السبتوبكس دي؟ مثلا نرجع للمثال بتاعنا اللي هو الريفيو ده. هنلاقي هنا السبتوبكس، بما ان احنا بنتكلم عن الفود بويزنينج، البكتيريا الفود بويزنينج، يبقى السبتوبكس مثلا هنا هتكون البكتيريا اللي بتسبب الفود بويزنج. هنلاقي هنا مثلا كاتب مسمي انواع البكتيريا اللي بتسبب الفود بويزنج وهكذا. دي هتبقى السب تايبس بتاعتنا، يعني مثلا كل بكتيريا هتمسك كل بكتيريا في البادي هتفصلها واحده واحده بالتفاصيل بتاعتها، كل واحده فيهم هتبقى سب تايب عندي. لكن في الانترودكشن الواحد اتنين تلاته دي بشكل مجمل، يعني هكتب اسماء البكتيريا بس مش اكتر. بعد كده بعد ما اخلص انترودكشن والبادي في الكونكلوجن. الكونكلوجن ده اوبشنال، بتكتب فيه يعني ايه استفدت من البحث بتاعك، ايه الغرض من البحث بتاعك. يعني اللي هيقرا البحث بتاعك ده هيستفيد ايه من الاخر، ان مثلا فعلا ان الفود بويزنج ده بكتيريا خطيره بتسبب كذا 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 وهكذا. ده اللي هيكتبه في الكونكلوجن. اخر حاجه هكتبها وهي الريفرنس، والريفرنس دي مش هكتبها، لكن في برامج يعني هتكتبها جاهزه ناخدها منها كوبي بيست، هتبقى تتشرح في فيديو تاني ان شاء الله. فدي اجزاء البحث اللي المطلوب مننا. طيب بعد ما خلصنا اجزاء الورقه البحثيه هنتكلم دلوقتي عن ازاي نجيب الابحاث اللي احنا هنستعملها في البحث بتاعنا.